ولا نتائج الاختبار من اللاحظ نأتي بحلة الامتحان ونوصل للنتائج هني للسم هني النسبة المئوية وهني النتيجة وهني الساعة مدة وهني التاريخ عن طريق الأسئلة وعن طريق الجروب واللينك والجريد. نرسل النتيجة بالإيميل. بعد فتح الاختبار فتح تبي يعني للطالب يعيد فتح الاختبار مرة ثانية ني الأسئلة والإجابات ني في سؤال مقالي إذا تبي تحرر أو تعدل تبي تعدل أو تحرر الأسئلة سؤال مقالي هني هذا السؤال ممكن تحرير النقاط تقدر تعدلت النتيجة كانت المحاولة هني كم محاولة ممكن طباعة تقدر تطبع النتيجة تقدر تعدل على جروب الإحصاءات بواسطة العضو بواسطة الاختبار ني تعيين أو إعادة تعيين الصف أو المجموعة ني نتائج الاختبار ني إذا كان الاختبار متاح أو لا ني إعدادات الاختبار والآن سوف نوضح طريقة دخول العضو إلى الاختبار. قبل أن نوضح نوضح اختار الأعضاء اختار الأعضاء بواسطة إعادة تعيين كلمة المرور يمكن للمشرف أن يرسل للأعضاء كلمة مرور معينة بعد إرسالها خلال الإيميل ويمكن أو اختار الإعلانات الاختبار إعدادات العضو لغة الواجهة العضو شنو شلون راح يكون نقول لك إنه تم التغيير أو شلون يوصل العضو يمكن الوصول للاختبار ولا لا العضو خيارات الحذف إنك تبي تحذف مجموعة تحذف إنك تحذف الأفراد الأفراد العضوية الفردية أو إنك تحذف الجروب نفسه لا تحذف من الجروب شنو تحذف من الجروب النتائج والأعضاء ولا عدد تحيين الاختبار تحذف الاختبار النتائج الأعضاء من الجروب أو تحذف المجموعة كاملة
يوضح الحين شلون يدخل العضو للاختبار. طبعا هذه الرسالة راح تكون عند الأعضاء بالإيميل. هنسخ راح ينسخ الكود راح يدخل الموقع راح يسجل على المقدمين راح يسجل تسجيل مجاني راح يكون راح يضغط على تسجيل المقدمين اختبار راح ينسخ الكود وراح يسجل فرست نيم تسجيل هذه يظهر إن اليوزر نيم متاح لم أحد مستخدم أردت إنك موافق على الشروط تحط الدولة فيها بدرس تستر طبعا الرسالة هذه كان حاطة المعلم أو المشرف تضغط على ستارت الاختبار هي طبعا المقدمة مقدمة الاختبار المقدمة الاختبار تقوم بحل الاختبار بعد من الاختبار راح يظهر لك النتائج طبعا في سؤال مقالي راح يراجع عليه المدرس يرسل درجة صحيحة للاختبار النقاط كم خذيت مدة الاختبار تاريخ الاختبار متى بدأ انتهى تاريخ الاختبار متى من الرسالة اللي كاتبها الدكتور أو المعلم نوضح لك إن إذا كان في الإجابة صحيحة الإجابة صحيحة إذا كان في علامة خطأ الإجابة خطأ وهذا يعني الإجابة الصحيحة إذا كان خطأ الإجابة ماي جروب مجموعتك هذا المجموعة الاختبار هذه نتيجة الاختبار والآن انتهينا من شرح الموقع من خلال المشرف ومن خلال
العضو. بتلس العضو، تفاصيل العضو، نيم، يوزر نيم، تقدر تغير اسم يوزر نيم، وتقدر تغير الباسورد. وكذا انتهينا من شرح الموقع من خلال العضو المعلم، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن أعجبكم، استفدتم منه.